بس انتوا بقولوا ايه يا جدعان؟ يا عم انت الحمد لله فيك ان شاء الله. اما انا كده يعني هو شاهد زيارة عادل إمام مع محمود الخطيب إلى بعثة النادي الأهلي في المغرب. أبو تريكة يعلق هنكسب ريال مدريد والأهلي هيلعب نهائي كأس العالم للأندية. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شاهد زيارة عادل إمام مع محمود الخطيب إلى بعثة النادي الأهلي في المغرب. عبر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سياتل ساندورز الأمريكية وصعوده لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب. ونشر أمير توفيق صورته من على فراش المرض قائلا: مبروك يا رجالة، حاجة تفرح وتشرف، كان نفسي أكون في المغرب دلوقتي الأهلي كبير. وتأهل الأهلي نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعدا مع ريال مدريد.